اليوم راح نراجع اول شيء الباور فاكتور. والباور فاكتور اللي انتم دارسين لحد الان اللي اخذتوه في السيركتس بتعلق في لينير لودز. ومعنى كلمه لينير لود اي لود، لو هذا فرونت لود بلاك بوكس انا ما بعرف شو هي بداخله، بس لو هذا اللود انا حطيت عليه هون ساينوسويدال فولتج، اذا حطيت عليه ساينوسويدال فولتج والكرنت اللي سحبه هذا اللود كان ساينوسويدال، معناها هذا اللود هذا هو لينير لود، بسمي لود لينير لود اف ات دروز ايه ساينوسويدال كرنت وين سبجكتد، لما بعرضه تو اي ساينوسويدال فولتج. يعني لو اخذت هذا اللود، يعني هذا هون مثلا لينير لود مكون من ريزيسترز اندكترز كاباسترز وفولتج سورسز، ممكن يكون طبعا عندي فولتج سورسز وكارنت سورسز، بس المهم انه دائره هاي الدوائر بتكرسبوند السيركتس. اذا عرضته هون لساينوسويدال فولتج وسحب ساينوسويدال كارنت، معناها هذا السيستم بنسميه لينير لود. واذا اخذنا هون فيزر دايجرام احنا بنعرف انه اذا دخلت له ساينوسويدال راح يسحب ساينوسويدال كرنت، فبقدر اعمل الشكل التالي مثلا، بقدر اجي اقول انا حطيت عليه فولتج، هذا الفولتج تبع اللود اللي حطيته من هون وسحب كرنت هيك. ايش يعني اذا سحب كرنت هيك؟ ايش بكون هذا اللود لاجين مش هيك؟ لانه الزاويه هذا لاجين هذا لاجين هذا، انا بفترض هذا السيستم كله عماله بلف كاونتر كلوك وايز، عمالي براقبه من هون مثلا، السيستم هذا كله الفيزر دايجرام الكونفكشن عماله بلف في هذا الاتجاه، مين بيجي عندي بالاول؟ وبيقل وبعدين الكرنت. اذا في عندي هون وهاي الفيز شو بنرمز لها بالرمز؟ احنا استعملنا رمز فاي ال مثلا اللي هي الزاويه تبعت هذا اللود. في هاي الحاله هذا في ال، اي ال هذا راح يتوزع على جزئين. مش بقدر احلل الفيزر زي ما بحلل الفيكتور. مضبوط؟ هلا الكرنت هذا اللي هون، الجزء هذا اللي من هون قديش قيمته بالنسبه لاي ال؟ كيف بحسبه بالنسبه لاي ال؟ ساين كوساين؟ تمام، اذا هذا اللي هون ايش؟ كوساين اي ال، مش هيك؟ اي ال في كوساين فاي، وهذا كوساين. هذا اللي هون ايش علاقته مع في ال؟ ان فيز معها، مش هيك؟ اي ال اللي موجود هون كوساين فاي، هذا ان فيز مع في ال، وهذا اللي هون اي ال ساين فاي عمودي على في ال، مش هيك؟ الباور الحقيقيه اللي بسحبها هذا اللود هي عباره عن في ال اي ال كوساين فاي، مش هيك؟ وهذه اللي بدفع عليها انا اذا في عندي، لو عندي عداد او شبكه كهرباء مركبت لي عداد من هون، هذه هي الباور الحقيقيه. اذا الباور هون بالحاله هاي بتساوي في ال اي ال كوساين فاي، والرياكتيف باور بتساوي في ال اي ال ساين فاي، استعملها كلها فاي عشان تكون كونسستنت. وهذه وحدتها ايش هون؟ واتس. وهذه وحدتها واتس. لاحظوا لو كان الباور فاكتور عندي سيء جدا، يعني لو كان عندي الباور فاكتور مثلا خلينا نقول 0.1 فيري لو باور فاكتور 0.1، راح يصير عندي ونفترض انه عندي في ال هون بتساوي 220 فولت ار ان اس، يعني واي ال خلينا افترض انه عندي هون 10 امبير ار ان اس، خلينا افترض انه كوساين فاي بتساوي 0.1 لاجن لود. هذا سيء جدا للباور فاكتور، مش هيك؟ بالحاله هاي قديش انا الباور اللي عماله بسحبها من الشركه؟ 20 بتساوي بي بتساوي 220 في 10 0.1 اللي هي بتطلع 220 وات، مش هيك؟ عم بسحب 220 وات. لكن المشكله انه انا عمالي بسحب قديش ال 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 الابارنت باور اللي موجوده هون، الابارنت باور يعني اذا بدي احط اس من هون بتساوي في ال اي ال بتساوي
تساوي 2200 في شين. فانا عمالي بكلف الشركه قديش كثره العماله بس حولوه وبيجي 10 امبير. لو ان الباور فاكتور عندي كان واحد ريزيستيف كان قديش هذا الكرنت بيكون؟ واحد. شو مشكله هذا الكرنت العالي بالنسبه للشركه؟ انا عمالي بدفع لهم 220 واط بس حتى يسلموني ال 220 واط هذول قديش عمالهم بتغلبوا بالكرنت قيمته؟ 10. شو بسلم هذا الكرنت ال 10؟ هون عم بيعمل اوفرلود للسيستم هذا مش هيك؟ مش هون بيسحب 10 امبير؟ ايش هذا السبب للشركه؟ لو الشركه كانت هون وهي الكاستمر هون وهي ال 10 امبير ماشي هون ايش عم تعمل هون؟ لوسز مش هيك؟ عم تعمل لوسز هون وكمان ممكن تسبب فولتج دروب. ولذلك هذا الباور فاكتور هو عباره عن زي كانه افشنسي قديش فعاليه السيستم. لو انا بقدر احسن الباور فاكتور عندي ما بضطر اني اسحب هذه الباور وارجع. بالنسبه لهي الباور مهمه لانه هذه رياكتيف باور. شو عماله بصير كل 180 درجه او 360 درجه عم باخذ هاي الباور بخزنها عندي وايش بعمل؟ برجع مره ثانيه بعمل برجع على الشركه. هذه رياكتيف باور ما بستهلكها باخذها بتروح في نص السايكل وبعدين يمكن بترجع مره ثانيه للسيستم بستخدم. فما بدفع عليها اي ثمن عمال بس بتقلل هذا اني بسحب باور وبرجعها زي الاندكتر مش بخزن باور بعدين برجعها والكباستر بخزن باور بعدين برجعها ودائما بنسميهم هدول رياكتف. هذا الباور فاكتور اسمه ديسبليسمنت والسبب انه بنسميه ديسبليسمنت لو رسمنا الكرنت والفولتج هي الفولتج لو جيت رسمت الكرنت بالنسبه له لو كان لاجن للسيستم الكرنت اللي هو الاسود لاجن الفولتج. هاي هون الزاويه ليش لازم تكون هذه؟ او ايش هاي التيرمينولوجي الموجوده هون؟ فاي. هي في عندي هون ديسبليسمنت ولذلك هذا الباور فاكتور بنسميه ديسبليسمنت باور فاكتور. لو كانت هاي منطبقه على هاي ايش بتكون؟ لو فيش ديسبليسمنت شو بكون الباور فاكتور؟ واحد مش هيك؟ يكون عندي باور فاكتور واحد، لو هذا انطبق على هذا من هون فيش عندي يكون ديسبيسمنت، زحته فيش عندي. فالديسبيسمنت باور فاكتور سببه الديسبيسمنت ما بين الزيرو كروسنج تبع المنتج والزيرو كروسنج تبع هذا الفكره التقليديه او المفهوم التقليدي تبع الديسبيسمنت باور فاكتور.